مدبولي يطلع على الحالة الوبائية لفيروس جدري القردة ويؤكد عدم رصد أي حالات في مصر ويتابع جاهزية المتحف الكبير للافتتاح المرتقب. خلال جلسة لمجلس الأمن، واشنطن تتحدث عن اتفاق قريب للهدنة في غزة، والأمم المتحدة تشيد بجهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية. مع تكثيف العدوان على غزة، نزوح قرابة 100,000 فلسطيني من دير البلح وخروج أكثر من 20 مركزا للإيواء من الخدمة جراء أوامر الإخلاء الأخيرة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. أكد مدبولي أن الدولة تعمل على تشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء حوافز للصناعة الوطنية، من بينها صناعة السيارات، منوها بأن الدولة تقوم بإدخال كل مستلزمات الإنتاج لهذه الصناعة. وقال مدبولي إن الحكومة تحاول إيجاد رؤية متكاملة مع مصنع السيارات لتشجيع الصناعة الوطنية لزيادة عدد السيارات التي يتم إنتاجها داخل مصر. الرالي ده وعدد السيارات اللي شفناها كلها سيارات كهرباء ومن اختراع وإنتاج الشباب المصري شيء يفرح ويعطي الأمل لينا إن هناك أجيال كبيرة جدا، لأن مصر الحقيقة إذا كانت بتتميز بشيء هي الثروة البشرية، وإن يعني طول ما بنشوف إن الثروة البشرية دي بيتم تدريبها وتعليمها وتأهيلها بيبقى إنتاجها كبير جدا، وبالتالي إحنا كدولة حريصين كل الحرص على دعم وتبني كل المبادرات اللي من شأنها إنها تدي لهؤلاء الشباب المساحة لأن هم يخترعوا ويزيدوا من إنتاجاتهم ومساهمتهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ودعم الاقتصاد المصري. ولفت مدبولي إلى أن هذا الأسبوع شهد حدثين مهمين في قطاع الطاقة، أولهما هو إطلاق أول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية لتحفيز الطاقة الخضراء، وتم الإعلان بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون. كما ذكر أن مجلس الوزراء اعتمد اليوم مشروعين كبيرين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لمستثمرين أجانب باستثمار أجنبي مباشر، لافتا إلى أن الدولة تستهدف بحلول العام المقبل دخول أكثر من 4 جيجا من الكهرباء للشبكة المصرية من الطاقات الجديدة والمتجددة. إطلاق أول سوق طوعي للكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وده شيء مهم جدا في تحفيز الطاقة الخضراء، وأعلننا بصورة رسمية عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون أيضا، ووضعت بصورة رسمية والدولة أطلقتها، ودول إحنا متحركين بصورة كبيرة جدا في هذا المجال. النهاردة كنا يعني مجلس الوزراء اعتمد مشروعين كبار جدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لمستثمرين أجانب باستثمار أجنبي مباشر من الخارج، عشان نستهدف الدولة المصرية إن السنة الجاية زي ما قلت لحضراتكم أكتر من 4 جيجا إن شاء الله هيكونوا دخلوا للشبكة المصرية من الطاقات الجديدة والمتجددة، ولكن بنتكلم على 28 جيجا على مدار الخمس إلى 7 سنوات القادمين هيدخلوا، علشان نحل بيهم جزء كبير جدا من مشكلة الطاقة اللي موجودة، لأن رؤيتنا عندنا مستهدفات واضحة 2030 يبقى هناك نسبة ليست بالقليلة لموضوع الطاقة الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة. وحول موضوع رأس الحكمة، أكد مدبولي أن الزيارة التي قام بها تهدف إلى تطمين المواطنين إلى أن الدولة تراعي شواغلهم، وأضاف مدبولي أن الحكومة تلتزم بكافة التعويضات لتنفيذ التنمية بالمنطقة وتحقيق استفادتهم المباشرة من تلك التنمية بحسب توجيهات الرئيس السيسي. كان في زيارة لمنطقة رأس الحكمة، وبرضو دي كان هدفها كله أن احنا بنطمئن أهالينا اللي موجودين هناك ان الدولة المصرية
بتراعي تماما شواغلهم، وكل التعويضات سواء النقدية أو العينية إحنا ملتزمين بيها عشان نفعل عملية التنمية الكبيرة جدا اللي في هذه المنطقة اللي هم هيكون أول مستفيد بيها. وأنا كنت حريص جدا لنقل هذه الرسالة وتوجيهات سيد الرئيس بأن يعني أهالينا هناك بيتم استيعابهم بالكامل ونبقى هم جزء من عملية التنمية اللي إن شاء الله أنها تكون موجودة في هذا الشأن. وأكد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الساحل الشمالي هذا العام صار مقصدا لأكثر من 100 جنسية مختلفة، مما يأتي ضمن مخطط الدولة لتنويع المقاصد السياحية المصرية. وأضاف مدبولي بأن هدف الدولة كان تحويل مدينة العالمين السياحية ومدينة رأس الحكمة من مجرد مدينة مصيفية موسمية إلى مقصد سياحي تنموي على مدار العام. الساحل الشمالي هذا العام في أكتر من 100 جنسية زارت الساحل الشمالي، وده النهاردة ضمن خطة الدولة لما قلنا إن إحنا عايزين نزود المقاصد السياحية في مصر وإن إحنا نستهدف عدد كبير من السائحين. النهاردة الحمد لله الساحل الشمالي بقى النهاردة مقصد رئيسي، زي ما كان دايما بنتكلم على شرم الشيخ والغردقة ومدينة القاهرة، لأ النهاردة بقى الساحل الشمالي أيضا مقصد مهم. وهدف مدينة العالمين والمدن الأخرى زي رأس الحكمة وكل المشروعات إن ما يبقاش الساحل الشمالي هو منطقة موسمية يدوبك 3 شهور، ولكن يبقى بجد على مدار العام هو مقصد سواء للسياحة أو حتى لعملية التنمية العمرانية. وعشان كده هدف تواجدنا في المدينة كل سنة إن إحنا نشجع هذه الأفكار وإن إحنا نشجع المستثمرين والقطاع الخاص سواء من مصر أو خارج مصر على الاستثمار في منطقة الساحل الشمالي، ونسلط الضوء ونروج زي ما بنقدر نقول لمنطقة الساحل الشمالي في مصر عشان تكون مقصد للسياحة العالمية. وخلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي العمل على استكمال إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان، والتي ستتضمن توقيتات زمنية محددة لكل مستهدف. وأشار مدبولي إلى أن عددا كبيرا من الوزارات انتهت من إرسال البرامج لمجلس الوزراء، مطالبا باقي الوزارات بسرعة تقديم برامجها التفصيلية. الاجتماع استعرض اعتزام وزارة البترول تطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، فضلا عن تكرير المنتجات البترولية، وذلك بالتوازي مع العمل على الترويج لفرص استثمارية جديدة بقطاعي البترول والغاز والتنقيب عن المعادن النادرة. وخلال الاجتماع اطلع مدبولي على تقرير بشأن الحالة الوبائية لفيروس جدري القردة، حيث أكد التقرير عدم رصد أي حالات مصابة بالفيروس في مصر حتى الآن. كما اطلع رئيس الوزراء على الخطط الاستراتيجية للتعامل مع نوبات تلوث الهواء، وكذلك على نتائج استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف الخاص بجاهزية المتحف المصري الكبير للافتتاح، وكذا أعمل تطوير المنطقة المحيطة به. وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف الاستعداد لوضع تصور نهائي للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير والموعد المقترح للافتتاح. الاجتماع تناول موقف الأعمال الجارية بالمتحف المصري الكبير استعدادا للافتتاح، وتشمل استكمال نقل القطع الأثرية إلى قاعات العرض المتحفي وبعض أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، إلى جانب سير مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف. وتشمل تنفيذ مسطحات خضراء وتصميمات جمالية وتطوير الميادين وأعمال الإضاءة والإعلانات وشبكة الري، مع مواصلة التطوير الكامل للهوية البصرية للطريق الدائري.
استمرارا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع لجنة تجنيدية إلى جامعة عين شمس لتقديم كافة التيسيرات للطلبة من ذوي الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم. استمرارا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لذوي الهمم، تماشيا مع منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها الدولة المصرية لأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، قامت إدارة التجنيد والتعبئة بدفع لجنة تجنيدية إلى جامعة عين شمس لتقديم كافة التيسيرات للطلبة من ذوي الهمم وإنهاء مواقفهم التجنيدية ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان في أماكن تواجدهم. وألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير على أبناء الوطن واتباع أنسب الأساليب للمعاملة المجتمعية الراقية التي تليق بهم، مما يسهم في تعميق علاقة ترابطهم بقواتهم المسلحة. ووجه الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس خلال كلمته الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود التي تبذلها في تقديم الرعاية الاجتماعية والدعم المعنوي لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمنت المراسم تقديم عدد من الفقرات الفنية للطلبة ذوي الهمم أتبعها تسليم شهادات المعاملة التجنيدية. وأعرب الطلبة ومرافقوهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة. الحمد لله هم سهلونا كل حاجة وجم لغاية عندنا وادونا الشهادة، كتر ألف خيرهم، متشكرين قوي قوي لإدارة التجنيد وشكرا للرئيس، ربنا يكرمه يا رب. الله يذكر سيادة الرئيس، الفضل الأول والأخير يرجع ليه، هو المهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، مهتم بينا ومراعينا الصراحة في كل حاجة. الحمد لله الإدارة كانت سهلة وبشكر ست الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بينا. توجه وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا التيكاد الذي يعقد غدا الجمعة ولمدة يومين. ويحمل الاجتماع الوزاري للتيكاد هذا العام عنوان المشاركة في إيجاد حلول مبتكرة مع إفريقيا، ويهدف إلى تحديد أولويات تنموية متوسطة وطويلة الأجل في السنوات القادمة للشراكة بين إفريقيا واليابان، ما يسهم في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة في إفريقيا. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول.
أفادت وكالة رويترز للأنباء أن وفدين من الولايات المتحدة وإسرائيل بدأا جولة جديدة من الاجتماعات في القاهرة اليوم بهدف حل الخلافات حول مقترح لهدنة في قطاع غزة. وأوضحت الوكالة أن مسؤولين من مصر والولايات المتحدة اجتمعوا سعيا للتوصل إلى حلول وسط بشأن توفير الأمن على الحدود بين مصر وقطاع غزة بعد الانسحاب العسكري الإسرائيلي الذي تطالب به حماس، مضيفا أنه من المقرر تقديم المقترحات إلى المسؤولين الإسرائيليين في وقت لاحق من اليوم، وأنه من المقرر أيضا أن ينضم وفد قطري إلى المحادثات غدا الجمعة. في الأثناء قالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين يلوح في الأفق. ومن جانبه أشاد المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند بالوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة على جهودهم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. من جانبه أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن قطاع غزة واجه تدميرا ممنهجا طال المستشفيات والمنازل والخيام والملاج، وأن القطاع يحتاج هدنة لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال. وطلب منصور مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لا مبرر لاستمرار إسرائيل في قتل المدنيين الأبرياء. نحن نؤيد وندعم بشكل كامل مقترح الأمين العام للأمم المتحدة من أجل حملة تطعيم عاجلة ملحة كي نوقف انتشار هذا المرض، وإن أي عرقلة لجهود من هذا القبيل لن تكون سوى برهان وإثبات إضافي على نوايا الإبادة الجماعية التي تضمرها إسرائيل وبحق شعبنا والإجراءات التي تطبق ضده. وقد قال الأمين العام أنه في هذا الشهر أنهم بحاجة إلى إطلاق حملة للتطعيم داعيا إلى ضرورة تنفيذها في هذا الشهر، فهل نحن بصدد دعمه في تنفيذ حملة التطعيم ووقف إطلاق النار الذي يدعو به؟ هدنتان، كل واحدة منها مدتها 7 أيام، بما يتيح تطعيم أكثر من 640 ألف طفل فلسطيني دون سن العاشرة، وذلك لإنقاذهم من الإبادة الجماعية التي يتربص بهم. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة، حيث يتواصل العدوان على أنحاء القطاع لليوم 21 بعد 300 على التوالي. هذا وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بقصف منزلي شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفر عن سقوط شهداء ومصابين من عائلة واحدة. واستهدفت قوات الاحتلال أيضا شرقي حي الزيتون ونصف مباني سكنية جنوبي حي تل الهوى غربي غزة. وجراء تكثيف الهجمات على دير البلح بوسط القطاع، نزح قرابة 100 ألف فلسطيني من المدينة، بينما خرج 20 ألف مركزا للإيواء عن الخدمة جراء أوامر الإخلاءات الأخيرة التي استهدفت شرق وجنوب المدينة. هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 42 شهيدا و163 مصابا، ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان إلى 40,265 شهيدا و93,144 مصابا.
هذا وقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي إصدار أوامره للسكان والنازحين الفلسطينيين في عدد من بلدات ومدن قطاع غزة بإخلائها استعدادا لمهاجمتها. واضطر آلاف الفلسطينيين إلى النزوح من أماكنهم مشيا على الأقدام، حاملين على ظهورهم حقائب صغيرة وبعض الأمتع الأساسية مثل الأغطية والفراش وقليل من الأطعمة. تراهم حاملين أمتعتهم وآلامهم، فلم يعد لديهم مكان يذهبون إليه في خضم الموت والدمار. أولادي الاثنين يابا، مالي غيرهم يابا، والله مالي غيرهم في الدنيا يابا، أولادي الاثنين يابا. المئات من الفلسطينيين فروا من المنطقة الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد أمر إخلاء إسرائيلي، متجهين نحو الجزء الأوسط من المدينة. المطار حفاد البلد 20 مرة نزحنا من هنا، أقسم بالله وحياة رب في دورنا انقصفت دورنا وخيامنا، مش منعقلنا على هذه الحياة حتى يا الله عيشة، يا الله بدهم يشأنون عليها. حسب الله أنا ما قلوا بيت وما ينتقل منهم. طلعي عالم، طلعي عالم، طلعي ناس، وين العند ومدين، وين الإنسانية؟ هاي المواصي عالم، هاي المواصي شعير. أمر الإخلاء الجديد الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي قلص مساحة المنطقة المزعومة بأنها إنسانية وآمنة والتي حددتها إسرائيل إلى 11% من مساحة غزة، وتأثرت 6 مربعات سكنية بأمر الإخلاء الجديد في دير البلح وخان يونس، بما فيها مربعان سكنيان داخل المنطقة المزعومة بأنها آمنة والتي حددتها إسرائيل في المواصي غرب خان يونس، وتأثر أكثر من 120 موقعاً للنزوح تستضيف ما يقدر بنحو 170,000 شخص وفقاً للأمم المتحدة. وفي السياق، جدد المفوض العام لوكالة أونروا فليب لازاريني الدعوة لوقف إطلاق النار على مدارس الوكالة في غزة، مشيرا إلى أن القطاع لم يعد آمنا للأطفال. وأشار لازاريني إلى أن وقف إطلاق النار تأخر كثيرا، وحذرت الأمم المتحدة من أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية المتكررة تؤدي إلى نزوح جماعي وتهدد بتفاقم أزمة الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه والصرف الصحي. Kind of a regular meeting here in Geneva. It becomes a habit, and unfortunately, each time the situation in the region in Gaza. وإلى الضفة الغربية، حيث أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين في قصف لقوات الجيش الإسرائيلي لمنزل في مخيم طول كرم بالضفة الغربية المحتلة، فضلا عن وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين. ويأتي ذلك عقب العدوان الإسرائيلي على المدينة والذي استمر لنحو 15 ساعة متواصلة، أسفر أيضا عن دمار واسع في البنية التحتية والممتلكات. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة ومخيم طول كرم من عدة محاور، وحاصرت مستشفيات بهما تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية والمسيرة، كما نفذت عمليات قصف وتدمير للبنى التحتية وتجريف للشوارع إلى جانب محاصرة منازل واستهدافها بالقذائف. ونشرة التاسعة متواصلة معكم وتتابعون فيها. في ظل التخوفات من اتساع رقعة الصراع، الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة. أكد حزب الله اللبناني عن استهداف مواقع تمركز لجنود الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة بسرب من المسيرات، مؤكدا أنها أصابت أهدافها بدقة. من جانبه، رد الجيش الإسرائيلي باستهداف 10 مواقع مختلفة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الغارات استهدفت مخازن أسلحة ومباني عسكرية ومنصات صواريخ تابعة لحزب الله. أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات يو اس اس أبراهام لينكولن والمدمرات المرافقة لها إلى الشرق الأوسط، وذلك بعد توجيه وزير الدفاع لايد أوستن بتسريع انتقال هذه المجموعة البحرية إلى المنطقة. وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط ساند كوم أن الحاملة المزودة بمقاتلات اف
35 سي دخلت نطاق مسؤوليتها، ومع وصول لنكولن يرتفع عدد حاملات الطائرات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى 2 وسط تصاعد التوترات الإقليمية. أعلنت شركة دلتا تانكرز أن هناك خطط لتحريك الناقلة سانيون التي هجمت بالبحر الأحمر إلى وجهة أكثر أمانا. وكانت ناقلة النفط التي ترفع على مليونين قد تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق وتعطل محركاتها. وقد أعلن المسؤولون في المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي عن إنقاذ طاقم الناقلة المكون من 25 شخصا بواسطة الوحدة البحرية الأوروبية. يعد هذا الهجوم هو الثالث لشركة دلتا تانكرز خلال هذا الشهر. ومن جانبها لم تعلن قوات الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، لكن هذا التصعيد يهدد سلامة الملاحة ويثير قلقا دوليا. وقد أدان وزير الشحن اليوناني الهجوم واعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي. قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل إن هناك جهودا دبلوماسية بين القاهرة وواشنطن للتوصل إلى حل للأزمة في السودان، وأوضح أن واشنطن والقاهرة تعملان على دفع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للامتثال للالتزامات إعلان جدة بشأن سبل إنهاء الحرب. للمرة الأولى عبرت شاحنات محملة بالإمدادات الغذائية الحيوية من تشاد إلى السودان، وذلك بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين عبر معبر أدري الحدودي. وقد تم حشد المساعدات الغذائية لمنطقة دارفور خلال الأيام القليلة الماضية، كما ستحصل الفئات المعرضة لخطر المجاعة على المساعدات المنقذة للحياة. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي عن زيارة منطقة سومي في شمال أوكرانيا عند الحدود مع كوريسك الروسية، والتي تشهد هجوما واسع النطاق تشنه قوات كييف. وأكد زيلنسكي أنه توجه إلى المنطقة الحدودية في سومي والتقى قائد الأركان أوليسكندر سيرسكي ورئيس الإدارة العسكرية لمنطقة سومي. وقالت أوكرانيا إنها دمرت جسورا عائمة روسية بأسلحة أمريكية الصنع في أثناء دفاعها عن المكاسب التي حققتها في منطقة كوريسك الروسية، في حين قالت موسكو إن قواتها أوقفت تقدم كييف هناك وكسبت أراضي في شرق أوكرانيا. ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا بالكرملين لبحث الأوضاع في مناطق روسيا الحدودية. جرى الاجتماع بتقنية الفيديو كونفرنس، وجرى خلاله اطلاع الرئيس الروسي على الأوضاع من حيث تقديم المساعدات لسكان المناطق الحدودية وإجلاء المدنيين من مناطق المواجهات. هذا واتهم بوتين أوكرانيا بمحاولة قصف محطة كوريسك النووية الروسية في هجوم الليلة الماضية، وقال إن موسكو أبلغت الوكالة الدولية للتغذية الذرية التابعة للأمم المتحدة بالموقف. Совместно с Росгвардией решен вопрос по легкому и тяжелому вооружению подразделения. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غراسي عزمه زيارة محطة كوريسك النووية الأسبوع المقبل. وذكر غراسي أنه سيقوم بزيارة المحطة للتحدث مع إدارتها وتحديد ما إذا كان هناك هجمات ضدها، كما سيسعى لتقييم حالة مصدر الطاقة من الخارج وطرق الوصول إلى المحطة بعد تدمير الجسور عبر نهر السيم في أوكرانيا. وأكد غراسي أنه أخذ على محمل الجد خطر تعرض المحطة لأضرار بسبب الهجمات الأوكرانية. حققت القوات الروسية تقدما ملحوظا في المناطق الشرقية من أوكرانيا، حيث سيطرت على عدة قرى بالقرب من مدينة بوكروفسكا. دعت السلطات الأوكرانية سكان المدينة البلغ عددهم 53,000 نسمة إلى مغادرتها بشكل عاجل مع استمرار الهجوم الروسي.
تطورات دراماتيكية تشهدها ساحة الصراع الروسي الأوكرانية ما بين جبهتي كورسك في الداخل الروسي والجبهة الشرقية في أوكرانيا، حيث أكدت موسكو أنها أوقفت التوغل الأوكراني وأحرزت تقدما في المناطق الشرقية في بكروفسكا، تلك العقدة اللوجستية المهمة في الشرق. وسيطر الجيش الروسي على قرية تلو الأخرى في الأسابيع الأخيرة في هذا القطاع من الجبهة، وهو الآن على بعد كيلومترات من مدينة بكروفسكا التي يناهز عدد سكانها 53,000 نسمة، دعتهم السلطات الأوكرانية إلى مغادرتها بشكل عاجل، هذا بجانب إحباط روسيا لمحاولة تسلل للجيش الأوكراني في منطقة بريانسك الحدودية المجاورة لكورسك التي تشهد هجوما للجيش الأوكراني. وإذ يحظى الهجوم العسكري الأوكراني الذي بدأ في 6 أغسطس في منطقة كورسك الروسية باهتمام كبير لأنه ينقل العمليات القتالية إلى الداخل الروسي، فإن مركز القتال يظل في منطقة دونباس الصناعية الأوكرانية حيث الجنود الروس أفضل تجهيزا وأكثر عددا. وفي منطقة كورسك أعلن الجيش الأوكراني مواصلة تحقيق التقدم على هذه الجبهة وأهمها بلدة سوتكا الحدودية. ووفقا للسلطات الأوكرانية فإن العملية في كورسك تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة لدرء عمليات القصف، مع إجبار موسكو على إعادة نشر قوات هناك من قطاعات أخرى من الجبهة أو حتى الحصول على ورقة مساومة خلال محادثات سلام محتملة. ولكن يبدو أن الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك لم يخفف حتى الآن من الضغط الروسي على بكروفسكا، وبالإضافة إلى ذلك واجهت روسيا اضطرابا في خدمات التواصل الرقمية بسبب هجوم إلكتروني أدى إلى تعطل تطبيقي تيليجرام وواتساب، مما أعاد إلى الأذهان التهديدات الإلكترونية التي شهدتها روسيا في الآونة الأخيرة. استكمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلساته والتي تأتي في إطار مبادرة التنظيم الذاتي للإعلام الرياضي والبرامج الحوارية والأنشطة الإعلامية، وشدد الحاضرون على أهمية تقديم محتوى إعلامي هادف يحترم عقلية المشاهد بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الإعلامية التي تتماشى مع قيم المجتمع وتحافظ على الأسرة. We'll be right back.
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه في إطار خطة وزارة النقل لتطوير وتنظيم الحركة المرورية بنطاق محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، فقد تقرر بدءا من صباح يوم السبت المقبل تشغيل موقف طريق بلبيس الجديد بتقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي مع طريق بلبيس الصحراوي كبديل للموقف العشوائي أسفل كوبري التعمير أمام محطة عدلي منصور. كما تقرر توفير وسيلة نقل جماعية مناسبة لربط محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بالموقف المستجد لتسهيل حركة تنقل المواطنين القادمين من المحافظات والمدن المختلفة والمتجهين إلى القاهرة الكبرى عبر الخط الثالث لمترو الأنفاق أو إلى مدن شرق القاهرة والعاصمة الإدارية عبر القطار الكهربائي الخفيف. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقيا برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية. تناول اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات بما يدعم وجود الأمن والاستقرار في المنطقة. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق ديمتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وفي بداية اللقاء قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية التهنئة للفريق أول عبد المجيد صقر متمنيا له التوفيق في مهام منصبه الجديد. وتناول اللقاء مناقشة علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. وفي سياق متصل التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين. وفي مستهل اللقاء قدم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية التهنئة للفريق أحمد خليفة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد. وتناول اللقاء عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية واليونانية. وأعرب الفريق أحمد خليفة عن اعتزازه بعمق علاقات الشراكة بين القوات المسلحة المصرية واليونانية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية حرص بلاده على تعميق أواصر العلاقات العسكرية بين الجانبين، معربا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك. حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير اليوناني والملحق العسكري اليوناني بالقاهرة. وجه وزير الموارد المائية والري هاني سويلم بالاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر الجري تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو. وخلال لقائه الممثلة الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أكد وزير الري أن مشروعات الري الحديث تسهم في ترشيد المياه وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين المادي، وبما يحقق استراتيجية التنمية المستدامة في مصر 2030 والخطة القومية للموارد المائية لعام 2037. شدد محافظ القاهرة إبراهيم صابر على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها
مشيرا إلى أن الدولة لن تتهاون في إزالة الأبنية المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة. وأكد محافظ القاهرة استمرار حملات إزالة الأبنية المخالفة في كافة مناطق القاهرة، خاصة التي تمت بعد تطبيق قانون التصالح الجديد والذي يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 من ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية وبعد 15 من أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية. صدق محافظ شمال سيناء خالد مجاور على عدد من قرارات النقل والندب للمعلمين والعاملين بالتربية والتعليم، بجانب التصديق على عدد من طلبات المواطنين في نقل أبنائهم بين المدارس جغرافيا. جاء هذا خلال مؤتمر التعليم الذي عقد في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة. وأشار المحافظ إلى أن مؤتمر التعليم هو بداية المؤتمرات الجماهيرية للتعرف على المشكلات وتلبية مطالب المواطنين. والآن مع آخر أخبار المال والأعمال مع سارة نجيب. إليك سارة. شكرا دينا، شكرا شروق. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. عقدت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اجتماعها الرابع برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير لمناقشة التحديات التي تواجه الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات. ناقش الاجتماع تجديد الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة وإنشاء ممر من المجمعات الصناعية في الصعيد وتوفير قروض وتمويلات ميسرة لتطوير وتحديث الآلات والمعدات. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء مع وفد من شركة عالمية لاستعراض استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري. وشدد الوزير خلال الاجتماع على دعم الوزارة الكامل للشركة والتزامها بإزالة كافة التحديات التي قد تواجه الشركة، مشيرا إلى أهمية قيام الشركة بدراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصري والاستفادة من الحوافز التي تتيحها الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر. اجتمع رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع وفد رفيع المستوى من مجموعة ميرسك اي بي مولر برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرسك كيث سفنسون لبحث سبل تعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. خلال اللقاء أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على تعزيز آليات التعاون المشترك واستثمار العلاقات الاستراتيجية الممتدة لخلق أطر عمل متكامل يمتد ليشمل مجالات عمل جديدة مثل التعاون في مجال التحول الأخضر وتطوير محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد. أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أهمية تطوير وتحديث الشبكة الموحدة للكهرباء. وخلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية استعرض وزير الكهرباء سبل تدعيم أوجه التعاون القائمة في تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية ومواصلة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة. كما ناقش وزير الكهرباء الطرح الخاص بالاستعانة بأجهزة ذكية في نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار في حالات الطوارئ.
وفي سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات بلغت 5 مليارات و300 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 ملياري جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون و68 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات صعد مؤشر إيجاكس 30 بنسبة 76% ليغلق عند مستوى 30,141 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجاكس 70 بنسبة 72% ليغلق عند مستوى 6,900 نقطة، وصعد مؤشر إيجاكس 100 بنسبة 54% ليغلق عند مستوى 9,881 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاضها لأربعة أيام متتالية مع قلق المستثمرين من التوقعات بشأن الطلب العالمي، لكن انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية حد من الخسائر، وارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 21% ليصل إلى 76.26 دولارا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.15% ليصل إلى 72.04 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.17% لتسجل $2.26 للتر، وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.2% لتسجل $2.13 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن المستوى لا يزال يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت 4,000 طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 232,000 طلب في الأسبوع الماضي. سجل معدل التضخم في روسيا ارتفاعا ملحوظا في يوليو الماضي، حيث بلغ 9.1% على مستوى سنوي على أساس سنوي وفقا لبيانات وكالة الإحصاء الوطنية الروسية روستات. وارتفعت الأسعار بنسبة 1.14% على أساس شهري، بينما تسارع النمو المعدل موسميا إلى 1.33% مقارنة بشهر يونيو. وقد استجابت السلطات لهذا الارتفاع برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18%. وفي الوقت نفسه قامت الحكومة بإنهاء برنامج الإعانات للرهن العقاري، مما أدى إلى انخفاض حجم الرهون الجديدة، ومن المتوقع أن يقلل ذلك من زخم التضخم. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى دينا وشرو إليكم. شكرا لك سارة نجيب. تحول اليوم ذكرى وفاة الفنان كمال الشناوي الذي ترك بصمة كبيرة بأعماله الفنية سواء في الدراما أو السينما. وقدم الفنان الراحل خلال مسيرته الحافلة عددا كبيرا من الأعمال الفنية يقترب من 300 عمل. وقفة جديدة مع أخبار الكرة والملاعب. مرة ثانية إليك سارة نجيب. شكرا شروق، شكرا دينا. مشاهدينا، هذه وقفتنا الرياضية للتاسعة.
تقام حاليا مباراة صعبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو مع نظيره المصري البورسعيدي، وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر هذا الموسم 2023-2024، والتي تقام على ملعب استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية. وينتظر أو ينتظر فريق بيراميدز في المربع الذهبي الفائز من تلك المواجهة القوية. عقد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب المشرف العام على الكرة عدة اجتماعات، بدأت بلجنة التخطيط بتشكيلها الجديد برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف ومحمود رمضان، وفي حضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة. وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أسس العمل في المرحلة المقبلة والمهام المطلوبة من اللجنة لدعم ومساندة قطاع الكرة على كافة المستويات. واجتمعت اللجنة بأمير توفيق مدير التعاقدات، وتمت متابعة آخر التطورات بالنسبة للاعبين المرشحين للانضمام للأهلي وفقا للرؤية الفنية. يستضيف الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد المقبل ورشة عمل خاصة بتراخيص أندية الدوري الممتاز، والتي يتم إقامتها بشكل سنوي وتتضمن توضيح اللوائح الخاصة بالتراخيص. وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم أنه من المقرر أن تشهد ورشة العمل حضور وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ومحمد الطبقي مدير إدارة التراخيص بالاتحاد، ومحمود عبدين رئيس لجنة منح التراخيص بالاتحاد. نهاية جولتنا الرياضية لتاسعة، والآن عودة من جديد إلى شروق ودينا إليكم. شكرا سارة. هطلت أمطار غزيرة على العاصمة اليابانية طوكيو، مما تسبب في تعطيل شبكة النقل الضخمة. وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن حوالي 100 مليمتر من الأمطار قد سقطت في ساعة واحدة في حي ميناتو كو، وتسببت الأمطار في فيضان الشوارع وأثرت بشكل كبير على حركة النقل. كما شهد مطار هانيدا اضطرابات، حيث توقفت العمليات الأرضية لمدة ساعة بسبب الصواعق، ما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات الجوية. والآن مع وقفة أخيرة لأهم وآخر أخبار الطقس ودرجات الحرارة، نعود فيها إلى سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكما مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من القاهرة. القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، الإسكندرية 32-24، مطروح 30-25، بورسعيد 33-26، والإسماعيلية 36-24. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 25، العريش 32-24، طابة 38-28، شرم الشيخ 39-30، والغردقة 40-29. أما عن الأقصر، الأقصر العظمى 43، الصغرى 27، أسوان 44-29، الوادي الجديد 42-30، حلايب 35-28، وأخيرا شلاتين 38-30.
والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وختام نشرة التاسعة هذه تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. مدبولي يطلع على الحالة الوبائية لفيروس جدري القردة ويؤكد عدم رصد أي حالات في مصر ويتابع جاهزية المتحف الكبير للافتتاح المرتقب. خلال جلسة لمجلس الأمن واشنطن تتحدث عن اتفاق قريب للهدنة في غزة والأمم المتحدة تشيد بجهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية. مع تكثيف العدوان على غزة نزوح قرابة 100,000 فلسطيني من دير البلح وخروج أكثر من 20 مركزا للإيواء من الخدمة جراء أوامر الإخلاء الأخيرة. نهاية التاسعة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.